مش لاقي في تغيير. والوزير بيقول لي قانون. والوزير بيقول لي قانون. دلوقتي احنا بنطالب حقيقة في التعيين النهارده، وجايين ان شاء الله باذن الله عايزين الرد، لان احنا كان المفروض النهارده ميعادنا معاهم ان هم هيدونا الرد النهارده على طلبهم من الاسبوع اللي فات. مطالبكم ايه بقى؟ طلبنا حقيقة في التعيين. احنا كان في مسابقه اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي السنه اللي فاتت، المفروض ان هي عملنا مسابقه 30,000 معلم، كان فيها اختبارات واجتازنا الاختبارات الحمد لله، لكن المشكله الحقيقيه ان المسابقه كان فيها معايير وما اتحدتش بالمعايير دي. كان اهم معيار فيها الاقدميه والاقدر في التخرج والاكبر سنا، لكن بكل اسف خريجين كام؟ انا واحده من الناس خريجين 2006، في زمايلي في 2004، في 2001، في 98، وانا 2006. دي اخر فرصه اساسا. ثانيا احنا كان حظنا ان احنا كنا الجيل بتاع الثورات، احنا حضرنا الثورات والتعديل الدستوري وتغيير. احنا في سنه واحده اتغير معانا 3 وزراء. بسبب ايه؟ ثالثا معيار المسابقه كان غلط من البدايه، كان معيارها الاساسي كان الاكبر سنا والاكبر في التخرج. سمعوا صوتكم للمسؤولين. يلي بتسأل احنا مين؟ يلي بتسأل احنا مين؟ احنا خدام الخريجين. احنا خدام الخريجين. احنا شباب عايزين تعيين. احنا شباب عايزين تعيين. مش ماشيين غير بالتعيين. مش ماشيين غير بالتعيين. كله بالقانون. كله بالقانون. طب هو فين القانون؟ هو فين القانون؟ مرات كانت في خارج المحافظات، رحنا خارج المحافظات مفيش فايده برضو. فاجئنا يوم اعلان النتيجه يوم 21/3 ان احنا تم استبعادنا بتاتا وناجحين في الامتحانات. وعرفنا ان احنا كمان امتحانات، لكن تم استبعادنا وتم تعيين ما هم اصغر مننا سنا اللي هم 2013 و2014 ومعاهم دكتوراه. على الرغم ان كان في تصوير في المسابقه، على الرغم ان كان هم ساقطين اختبارات، يعني الوزير قال اهم حاجه تجتاز الاختبارات. احنا اجتازنا الاختبارات، هم ما اجتازوش الاختبارات وتم تعيينهم. طب بناء على ايه تم تعيينهم؟ تعيينهم ساقطين. بناء على ايه تم تعيينهم؟ فين حقنا احنا بقى في التعيين؟ فين الوعود بتاعتهم ان احنا اهم حاجه الاقدميه والاكبر سنا؟ فين حقنا؟ دي الفرصه الوحيده واخر فرصه لينا احنا اصلا. هنتعين امتى؟ انا بقالي 10 سنين قاعده من غير شغل، وغيري بقاله 12، وغيري بقاله 13 و14. طب حقنا فين؟ اعتصام. الوزير عايز اعتصام. الوزير عايز اعتصام. بره الرشوه بقت قانون. بره الرشوه بقت قانون. والتزوير برضه قانون. والتزوير برضه قانون. الاعتصام اصل القانون. الاعتصام اصل القانون.